سقا سقا بخير يا مو، بخير سلامتك يا مو. سقا صفاح سلامتك يا مو. سلامتي يا على امر يا مو. سلامتك مش عالي يا علي يا عليكي. شو صرنا يا اخي؟ شو صرنا؟ طمني حكي، طمني عن امي مشان الله. والله يا عفيف الوالده وضع ما بيطمن ابنه. ليش حكيم شبه؟ اول شيء بدي اسالكم، الوالده باليومين ثلاثه الماضيين بين عليها شيء عوارض؟ هلا انا على حد علمي لا، ما في شيء. لا حكيم بلا، الوالده صار لها كم يوم عم تشتكي من معدتها. ايه يعني تحالي انه معدتها عادي يعني متعام. هي مثل ما توقعت. شو توقعت حكي؟ الوالده بعيد من هالكون معها هواء اصفر. هواء اصفر؟ وشو يعني هواء اصفر؟ الهواء الاصفر يا اختي مرض معدي وبيخوف كثير، ومن نتائجه انه بيعمل دوخه للبني ادم. والوالده واضح انه صار لها فتره مع هذا المرض وخسرانه سوائل كثير، مشان هيك اجى قوي عليها. طيب شو العمل حكيم؟ بصراحة يا أختي ما عندكم حل غير تاخذوها على الخستخانة. لا حكيم لا تقولها لهالدرجة، أمي مريضة بدها خستخانة؟ إي والله يا عفيف، أمك وضع تعبان كثير، ونحن لازم ناخذها على الخستخانة اليوم قبل بكرة، لأنه قلت لكم هذا المرض بيخوف، يعني ما بدنا نكون بشيء ونصير بشيء ثاني، وقلت لكم بتديروا بالكم لأنه هذا المرض معدي. بعت لي حمالك، بعت لي حمالك. طيب حكيم إمتى ناخذها؟ بكرة؟ لا بأسرع وقت، إذا بتقدروا اليوم بيكون كثير منيح. يعني هلا شو نساوي؟ أنا رح أسبقكم على الخستخانة، رح أحاول أدبر لكم غرفة هني، وأنتم بأسرع وقت جيبوا أمكم. طيب حكيم أنا هلا حشوف أبو عبده جارنا عنده عرباية وبلحقك دغري لهوني. يلا بانتظاركم، السلام عليكم. الله معك. أهلا حكيم. أهلا عفيف، شلونك؟ والله الحمد لله بخير، الله يخلينا يا الله يسلمك. طمني الوالده شلونها؟ كيفها؟ شو اخبارها؟ لا تاخذني انا يعني امبارح كنت مشغول كثير ما قدرت اروح على الخستخانه. والله يا حكيم ما بعرف شو بدي اقول لك، عم يفوتوا لعند الحكمه واحد ورا واحد واحد ورا واحد، بس كلهم عم يقولوا لي انه ما عم تتحسن. حكيم دخلك ليش ما عم تتحسن؟ شوف يا عفيف، امك ما حست على المرض، وبهذا الوقت المرض اكلها من جوا وهدلها حالها. يا ربي دخيلك. طيب هالأدوية اللي عم تاخذها ما بتخليها تطيب؟ لك طبعاً أكيد، بس أهم شيء أنتوا تكتروا لها سوائل، كتروا لها مي وشربات مشان يعني يقوى جسمها. إيه 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 معك حق. والله اليوم خالتي قالت لي إنه طبخت لها شوربة وبدها تاخذ لها على الخستخانة. بيكون كتير منيح. طيب بما أنك رايح على الخستخانة رح أجي معك وأخذ لك الدواء لأمك، وبالمعية بتطمن عليها. الله حياك يا حكيم، يلا بمعيتك. كرب شرف. والله يا اختي ما كان بدها تنتعي كل هالسفر تقعد معك. يوه اخي شو ما بدي اخذ اكل لامك. الله يسلم ايديكي. الله يسلمك يا اخي، علي عليك كمان، انت تعبت كثير بهالكم يوم. شو بدنا نعمل اختي؟ امك ما بتنترك لحالها. بتعرفي شو اختي؟ امك ما عم تتحسن بالخستخانة النوم. يعني طول الوقت مغمضة عيونها ما عم تفتحهم مقضيتها نوم. أنا عم فكر أقعد مع الحكيم راسي لراسه وقل له خلينا نرجعها على البيت أحسن شيء. وشو بده ياخذها على البيت أخي؟ نسيت إنه الحكيم قال المرض بيعدي ولازم نبعد عنه. لك يا والله مزبوط كلامك، على عيني وعلى راسي. بنحطها بغرفتها بنقعد بعاد عنها على القليل رجول بالبيت، ندير بالنا عليها تتحسن نفسياً، تكون مشكلتها نفسية وتطيب. والله بهي معك حق، الواحد ما بيرتاح إلا ببيته. طب روحي انتي لعندها هلا، انا وحدور على الحكيم واقعد احكي انا وياه. ماشي اخي ماشي، يلا ميسر. حكيم يعني انا هلا ما فيني ارجع امي على البيت؟ بدي اضل هون بالخستخانه؟ ايه والله يا عفيف ما فينك ترجعها. طيب شو عم يصير معاها؟ بصراحه امك ما عم تستجيب للادويه اللي عم نعطيها اياها. وليش هيك عم يصير معاها؟ أمك مرة ختيارة، حرارتها ما عم بتنزل أبدا، وكل ما عم نحاول نمشيها ونوقفها عم تدوخ وبتوقع، وصار معها ضعف بالوزن، خسرت وزن كتير كبير، وهذا الشيء ما بيبشر خير. عفيف أنت رجل مؤمن بالله عز وجل،
أنا عم بحكي لك هذا الكلام مشان يكون عندك علم وتعرف شلون تتصرف. والنعمة بالله. إذا لازمك أي شيء أنا موجود. عافاي إن شاء الله. الله يسلمك حكي. يا رب جاه سيدنا محمد فرج علينا. عمو عمو ان شاء الله تعطيني مصاري. عمو انت شو اسمك؟ اسمي أحمد. لا يا أحمد لا، ليش هيك قاعد بالبلد؟ نحن كتير فقرة، أنا بقعد هون مشان أجمع مصاري. يا باطل، أبوك وين وعمه؟ أبي مات من زمان. الله يرحمه. ووالدتك وينها؟ أمي مريضة كتير. لا 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 لا، خير شو بها؟ ما بنعرف شو بها، بس أنا عم أجمع مصاري مشان أخذها على الخستخانة. لا حول الله. لك عمو انت لساتك صغير، ما عندك اخوات يساعدوك بهذا الموضوع؟ بلا، عندي اخت اصغر مني بتضل جنب امي بالبيت لبين ما ارجع انا على البيت. هاي سيك عمو، سيك هدول حطهم بايدك. هدول كلهم إلي؟ هدول إلك خص نص. تعرف ليش؟ منشان تعالج أمك فيهم. الله يكتر خيرك يا عمو. اسمعني منيح عمو، هلأ بتحمل حالك وبتروح لعند أمك، بتدير بالك عليها من هون لبكرة، وبكرة الصباح بتروح على الخستخان تسأل عن الحكيم خالد. شو اسمه؟ حكيم خالد. بتروح لعنده وبتقول له يا حكيم امشي معي على البيت منشان يدير باله على والدتك ويشوف شو بدها. الله يكتر خيرك يا عمو. حبيب قلبي قوم لك قوم، خذ من ايدي، خذ هاي العروسة وكلها. رح اخذها بس ما رح اكلها، رح خبيها لامي لارجع على البيت بطعمي اياها. رح كبري عليك زقرتي وقبضاي. يلا حمل حالك وروح على البيت قبل ما تعتم العين، لان ما بصير تضل حالك بالليل. الله يرزقك ويحن عليك ويحن على اهلك يا عمو. يلا توكل على الله. عفيف لك قوم. ايه يا اختي. معقول انت نايم وتارك باب الزقاق مفتوح؟ باب الزقاق مفتوح؟ ايه. لك لا يكون في حدا فايت وراي. حدا مثل مين يعني؟ والله بسم الله ما شاء الله. كل اعوذ بربي فلان. امي. الحمد لله على سلامتك يا ماما. الله يسلمك. ايمتى اجيتي على البيت؟ هذا الحكيم وقت الحمد لله شافني اني تحسنت، هو بذات نفسه جابني لهون. الحمد لله. الف الحمد لله على سلامتك. فوتي يا امو فوتي. الحمد لله على سلامتك يا امو. عادي عادي. لك بنتي رب العالمين هو الشافي، هو المعافي، وهو قادر على كل شيء. والله والله قضيت ايام بالخستخانه ما بتنحسب من عمري، وكذا مره تشاهدت حسبت حالي رح اموت، بس امبارح صار معي شي غريب. وانا نايمه بحس راسي تقيل، بحس نفسي رح ينقطع. شفت منام. الله يعطينا خيره. وشو هو المنام يا مو؟ شفت حالي ماشية بحارة مغمة ومعتمة، وأنا كنت خايفة كتير. أما من آخر الحارة إجا ولد حليوة مثل القمر،
اجى لعندي هو حامل بايده كيس، اعطاني اياه. قلت له شوفي بهالكيس، عم قال لي هذا الكيس في سندويشة. ولما اعطاني هالسندويشة قلت له انت شو اسمك؟ قال لي انا اسمي احمد، وامي اكلت من هالسندويشة وصارت مليحة، وانت كمان كلي منها. ولما فقت من النوم حسيت حالي جسمي مرتاح، حسيت حالي قوية وصحتي منيحة. لما شافني الحكيم قال لي انتي صرتي منيحة ولا عاد عندك لا هوا أصفر ولا هوا أسود وصرتي قوية. الحمد لله الحمد لله، هذا كله بفضل رب العالمين، بفضل سيدنا محمد الحبيب المصطفى. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب.